هنا كنعطيو أهمية كبيرة للسياحة الداخلية، وكنلاحظوا في العالم أن البلدان المتقدمة للسياحة كلهم كيكونوا المواطنين ديالها هما في المرتبة الأولى قبل السياح الأجانب، وهذا الشيء كنلقاه في عدة دول متقدمة بحال إسبانيا وفرنسا. والحمد لله اليوم في المغرب وصلنا لهذا المستوى، حيث عندنا 35% ديال ليالي المبيت في المغرب كيحقوها المغاربة، يعني أكثر من أي سوق أجنبي. والسياحة الداخلية كترتفع عام بعد عام، وفي هذه العشر شهور الأولى من هذه السنة سجلنا 7.4 مليون ليلة مبيت، أي زائد 9% مقارنة مع 2022. وفرق الطريق ديالنا خصصنا للسياحة الداخلية جوج ديال السلاسل اللي هي الشاطئ والطبيعة، وفيها منتوجات جديدة للمواطنين والأسر بأثمنة مناسبة. والسياحة الداخلية غادي تستفد كذلك من المشاريع القاطرة اللي عندنا في ورقة الطريق، بحال دينو بارك والبارك الطبيعي ديال توبقال والبارك الطبيعي ديال إفران ولي بارك داتراكسيون. وكنشتغلوا معلوم على الترويج كيف ما شفتوا في الحملة نتلاقاو في بلادنا، ومؤخرا بعد الزنزال الحملة نتلاقاو في مراكش. كيف ما قلت الورقة الطريق ديالنا عندنا 9 ديال السلاسل موضوعاتية وخمسة سلاسل أفقية، وهذا الشيء غادي يمكن لكل جهة تلعب الدور ديالها، وعندنا برامج طموحة في جميع جهات المملكة. بالنسبة للأثمنة احنا كنشتغلوا مع المهنيين لتخفيض هذه الأسعار، ولكن ما ننساوش بأن كتبع العرض والطلب وحرية الأسعار. ما ننساوش كذلك أن أحسن طريقة باش ننزلوا الأثمنة هي نبرمجوا العطل على بكري. حنا موالفين، حنا في المغرب كدايما كنبرمجوا الليله ولا النهار يومين قبل، دونك خصنا نكونوا شويه نبرمجوا على بكري باش نستافدوا من أثمنة مناسبه. والقانون الجديد ديال الإيواء اللي كنزلوا حاليا غادي ينضم انواع جديده ديال الإيواء اللي غادي تكون بأثمنة مناسبه، منها الإيواء عند الساكنه اللي كيبغوا العائلات المغربيه. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.